الأبطال الرجل الثاني هنا سوبرمان. ديني نزلني ديني لكن 5 جنيه اللي يهزمني إذا كان مصر، 5 ليرات إذا كان سوري، و5 استرليني إذا كان أسترالي، و5 تعريفة إذا كان على باب الله. مين؟ تبينه غلباوي قوي. خش عليا كده أنا جسدك أهو. جاي كده من غير ما تجيب معاك نقالة تشيلك؟ حلو. طب استناني جوه. طيب. مين اللي مضايقاه من الأول؟ مين اللي تعباه حماسه وعاوز ينتحر؟ أنا لو أنت تفرفرت قرب عليا هنا. أنت عاوز تفرفرت؟ استناني جوه. أنا داخلك جوه. جنبكوا على جنبكوا. هيا إلى شباك الغزالة. هيا لثروة المذبحة الكبرى. هيا لثروة الدماء وهي تسيل، والرؤوس وهي تطير. بشلن واحد اتكسر. شيل يا دنجل. خليهم يدقوه. بدل ما صار عن مفتري ومنفخ لي كده عن صار. يلا نتفرج. يلا يخلي اكبر. تيجوا نخش. يلا بينا نتفرج على الراجل الزراوي ده. استني يا عبيد. اسمع يا دلعان. ادينا تذكرتين ب8 تاكسي على الجنب. 5 ساعات تذكره يا ست. وأجوان يا حجاب. السلام عليك يا زينب. خدي بقى الكيلو. حرام عليك. حرام عليك يا عيال. فلوسك متحرمه عن ايه؟ خد يا دلعان. يلا تذكرتين حلوين. يا دكتور. ايدك يا حرامي. انا حرامي بس فتح كويس. استنى يا ست انا هوديك السجن. تودي مين يا وين؟ بس بقى خلاص احنا جايين نتفرج ولا هنلعب حتى؟ سيبك بقى ده بكسلينه. يلا بينا. طب اقطعوا التذاكر وهحصلك. اتفضل. متشكره. الحمد لله انك ما تعوضت. ياخد يعيش وياخد غيرها. يلا بقى نتفرج احسن زمان الراجل الزرد بتاع. يلا يا جماعه. انت عره اللبلب تقعد تضرب فينا قدام الناس. الله ينعل ابو دي شغلك. بس يا بخل انت هو مش عاوز كلام زياده وما تكتروش عشان الجمهور بره يسمعكوا. تتفقس الحكايه وارجوكم ما تطولوش معايا. يعني بوكسين وكل واحد ينزل. الامر لله. انا شايف اكلعيش عاوز كده. هكذا الشهامة. ألف كتر خيرك. خد يا اخويا الحتة ب10 دي فيها وانت قاعد. الله يسلمك. عيب يا عيش. يوسف عيب واهبل. ما تاخذهاش. هات يا عم. هات الملح. خد فلوسك. لا تجبنا وبيت. اتفضلوا عشان يبقى بيننا عيش وملح. تدق يا حدو. سوداني لذيذ. هات يا سوداني هات. ماشي دور لب يا ابني. ان شاء الله ما حد حوش. ألف شكر. عش عيش ولب. اتفضلوا. انا بشتغل كاتب حسابات في محل حلويات. يا حلاوتك. بص بص انا هطلع البلع على بنتي. حد منكم يقوم؟ لا يا عم انا حد امي. اتحدى شمشون الكبار. اتحدى. ايوه انت تقعد تتفرج 24 ساعات وتاخد راحتك والحد يقوم يتخرشم. طب ما تقوم له انت. انا حوريه. مع السلامه. نشوف وشك بخير. الشاهد على نفسك. انت تبقى ايه؟ عزرائيل. يا نهار اسود. لا انا عاوز راجل. امال انا ايه؟ انت سنافور. السنافور اللي هيفتح باب القرافه بتاعتك. يا ماما. يا ابن العائل من اتعصى بغيره. ما انت شاف اللي مرميين زي الفسيخ ده. انا لو رقحك يد هتموت. انا
اصلي زهقان من عيشتي يا ابن الحلال. يعني لا يعني ودعت اهلك وكسر اللي في نفسك. انت اللي في نفسي. يا نار عفيتي راحت وحاسس اني حقع من طول. ليه بعد الشر؟ في حاجة مرمطت بيا الارض. ايه هي؟ عينيك. ما تقولش كده، حقيقي بيشتغل في مصنع حلويات، كلامه بينقص سكر. مش هتقولي لي ساكنة فين؟ ايوه انا اصلي بشتغل خدامة في بيتي. فين؟ حد بيقص. ما قلتليش لسه فين. ايوه ابقى كلمني في 46 340. 46 340. 46 340. احفظوا يا جماعة. هني لك يا عم. 46 340. احفظ تبين انها نمرة الاسعاب. تفتكري حد يعرفني يا عيشة؟ ابدا يا ست، قدمتي عليك حتة لفة بلاية. مفيش كده ابدا، مغامرة لذيذة. يا سلام على ايام زمان، ما كنتش لسه بقيت سهام. كان اسمي زينب صحيح، كنت بنت بسيطة، أمشي في الشارع من غير ما يشاوروا على الرقاصة المشهورة. أبرطع على كيف من بتاع البسبوسة لبتاع البليلة لمقلة اللبس. يا خسارة. والنبي يا ستي انت تضحكي، بتعيطي عن فاق؟ يا مكان لذيذ يا عيشة. لذيذ ولذيذ لما تتجوزي واحد جعان زي اللي اشتغلنا الصينية، يسكنك في أوضة ب80 قرش ويفطرك بعيل أو يعشيك بمحضر في القيس وينضرب بالسكينة علشاني زي ما عمل منير. يا ريت، أنا شفت كتير ضحوا بفلوسهم علشاني، لكن ما شفتش حد خاطر بحياته عشان يحميني. أنا ما استاهلش في نظر الناس إني أزعجهم. كل مأموريتي في الحياة إني أسليه. جناح ريشه ما من سنه.
عيناه سحر يشع الفنون تشهته سمر العطار الملاح كحلم يداعبه جفن الصباح على دقة القلب حول النغم فلما انثنى نحوها واستجاب تمرد في وجنتيها الخجل وايقظ حلم السبا والشباب فدارت كما دار كأس الجمال تراقص طيفا بعيد المنال على دقة القلب حول النغم رأسك بيملى قلبي بنور اليقين أشكرك أنا جاي أعزمك على عيد ميلاد يا أخي اختيشي ده أنت خلفوك قبل ميلاد كبر وصحابوك في القرون الأولى قبل الموضة دي ما تطلع طلعت روحة يا فخري تحشم أنت بقى لح تشرفيني في العشاء صدقني ما بتعشاش بعمل رجيم عشانك ده أنا مستخبي إني أتغدى معاك بكرة لا استنى أما أغير الطباخ أصله بيطبخ وحش أوي أخاف عليك أحسن تتسمم يا بوي أنا نفسي أتسمم بس من اللي عيك تعيك فراس شهد من ايديك بتفور مرونج لاسيه انت فكرك انا معرفش اتحدد حديه تبزوج زي بتوع التشخيص ده انا شملول يا مشيريه شايف الشجاغه حاجه لا تطاق اظن بقى تتفضلوا عشان اقلع لانه عيب اقلع قدامكم ايوه اتفضلوا اتفضلوا من غير مطلوب اتفضل سعادتك كمان انا كمان ليه يا ابوي يا ابوي اتفضل سلام مساء الخير يا عيش مساء النور يا ست الله مين ده اللي في الصالون ده التقابير ده يا خبر اسود هو لحق جدا انا لسه سايباه في سيادته يا رس منير علمني المبادئ ليه وانا كنت مفعت في وقت زنقه زي دي كده يا سهام خوخيني وتكسري بخاطري قدام العوازل بوركوا أنا لولا خايف عليك من توبيخ الضمير أنا كنت نحرت روحي من زمان كنت شنكت نفسي في شجرة الجميز اللي قدام الدوار إكزاكتما طب قوم أحسن مكوة البنطلون تتكسر اتفضلي أنا زارعه في العزبة مخصوص عشان أقدمه لك كادو وضروري سافرت أوروبا عشان تشتري البذور من هناك تمام أه يا واعية مين قال لك قلبي يقطعني أنا بتعبك أوي يقطعنا انا ميتين حتى شم ريحتي شم ريحة قلبك اللي بيتحرق وريحتيها كمان وشم كمان ريحة العزبة والمتين فتان وما شماش ريحتنا الماس ايوه صحيح ازاي بقى ارتست وما شمش ريحة الالماس انا لازم مسكومة قوي النهاردة مسكومة ان شاء الله انا ايوه تقول ايه من فضلك خلي زينب تكلمي زينب زينب الخدامه ايوه اخص عليك يا زينب خلاص نسيتيني حبيني وانا غرقك انواط انا منتظر بفرغ الصبر ابوي يموت وانا ارمي ثروتي تحت رجليك هي وخنقاتي اه يا كمياني هي قالت لي استناها الليله دي في قهوه ابو المعاد هتفوت عليك هناك مين اللي عم يناقش في التليفون ده ده فين السماعه هنا خلينا اضرب صوابعي اتسمرت عينيه قلت الفصوص ايوه انا دمي حامي ده خطيب الخدام جميل قوي جميل
جميل؟ هتقولي على خطيب الخدامة جميل؟ وهي وجعت المحبة ما انت زي الصين. انا بقول على العقل ميرسي قوي يا حبيبي، بس انا متأسفة، عايزة اقول لك ان انا هموت من التعب. وانا هموت من الحب. الفل يا ميت فل بكام؟ بنص فرانك ساعة البيت. يا واد قالوا لك انا وارث تعريفة بس زي بعض بيه، يعني هكسفك وتعريفة كمان عشان خاطرك. ربنا يخليلك الست يا بيه. وادي تعريفة كمان عشان الدعوة الحلوة دي. ليلتك فل الفل. تسمحي اهدى. ده عقد ألماس. ألماس؟ أصل ستي مش في البيت. وإيه يعني؟ قلت أتشيك بيه وأرجعه تاني. لا مالكيش حق، اوعي تعملي كده تاني. ليه؟ عشان إحنا يا فقرة زينتنا الشرف. عندك حق، وكمان لو ستي شافتني هتزعلني. اوعي تكوني خدت على خاطرك مني. لا أبدا، أنا ماليش أمر عليك، خليكي لابساه دلوقتي. ده أجمل وأحلى. أنا أعتقد إنك لو مرنته تقدر تخلق منه ملاكم عظيم. هروح يا ست قهوة أبو المعاطي وأحاول أتعرف بيه. أتعبك مسؤولة مني أنا، بس على شرط واحد. إيه هو؟ إنه ما يعرفش إن أنا اللي بعتك، ولا أعرفك، ولا ليا أي يد في الحكاية، لأنه عمل لي جميل وعايز أرده له. من غير ما يشعر، أنا فاهم. أوروفار. أوروفار. يا سيد يا بدوي، وادي دبش كمان. لا يا عم كفايه بقى، انت دلوقتي بقيت واخد مني شلل. حظك من السما. ايوه جاي. اتحدى انا لعبك يا منير. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تسمح؟ الله، انا اللي هلعبك. اتفضل. والله بيت ايدك جامده. لا نبيل، لكن انا اقدر اتنيها. راهن؟ راهن. مكان ريال لريال. اطلع بالريال. والله وقعت. خد الطاوله يا مصطفى. ايوه جاي. هات ايدك يا منير. يلا منير. يلا منير. انت النهارده حظك نار. انت تعبتني، ايدك على الريال يا حدق. ريال ايه ده؟ انا هخليك تكسب ذهب. احنا حنبكش، انت عايز تزوغ. انا بتكلم جد، انا اصلا مدرب ملاكمه. صحيح. انت يجي منك يعني انفع ملاكم؟ انفع بطل. بطل كمرنك ابوس ايدك. يلا بينا. انا اموت في الملاكمه. لا اصل عندي ميعاد مهم. امرك، لكن نصيحه، اذا كنت عاوز تبقى بطل وتفضل بطل، اوعى تخلي في حياتك مواعيد اهم من مواعيد التمرين، ولا حاجه اعز من دول. الصور المتحركه، تعالوا اتصوروا عند مصور الجناين. انا وين برج الحدائق. خد يا مخبل، دي ايه دي اللي حدفتها لي وجريت؟ الصورة دي ولا العفريتة؟ انا اتعرفني يا سيد، انا ما اقدرش اعمل اي ترميمات في خلقتك وخالف ربنا في مصور. ربنا ياخدك يا طايح، هو انا وحشة كده؟ انا معايا صورة واحدة ست حلوة، تاخديها وتقولي عليها صورتك؟ خدت ثلاثة ساق اوامر. والنبي يا ست، معيش غير القرش ساق ده، اصلا اشتريت بيهم سجاير. حر ونار على جثتك يا مقطوع يا عرة المصورتية. هات يا ساد. يا باج يلا نام. الصور العالمية، الصورة بثلاثة ساب والاثنين بشلل وللحلوين مجانا. صورني من فضلك. حاضر. اهو كده الخلق، مش الخلق اللي جايبينها لي من وكالة البلع.
طيب عن اذنك بقى لما احسن الفوتوغرافيا علشان الزفاره شاهه ابتسمي من فضلك. ايوه من فضلك. ايوه كده. ايوه كده برضو تتصوري من غيري مع اني جايب اخبار مدهشة. خير؟ انا خلاص هبقى ملاكم. صحيح. ايوه الله هو جري لي. اصله ده صاحبك بتاع تحدي. لا يا شيخ. تعال 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 هنا. الله يا ماما. نقطه. لا يا نهار. ازيك؟ الحمد لله زي الزهر. انت فاكرني؟ الا فاكرك. ده انا كل ما افتكرك ادعي لك من كل قلبي ان ربنا يخرب بيتك ويقطع عيشك زي ما قطعت عيش. انا قطعت عيش؟ طبعا، لان صاحب السيرك طردني بعد ما جريت منك. معلش التصوير صنعت تبع صنايع والبخت ضايع. شوف يا استاذ، انا اشتغلت قاهر ابطال ومسحرات ومفاتيح الباب نعمر وبهلوان، لكن عمرها ما لطشت معايا زي ما لطشت معايا في التصوير الشمسي. طول النهار الشمس تنقح في قفايا، ويوم ما تفرج واجي اصور وش واحده الاقي جزمتها هي اللي تطلع في الصوره. معلش يا استاذ. تتعدل. تتعدل يا اخويا، ما هو البركه فيه. تعالى معايا. على فين؟ هشغلك يا شيخه. بلاش تهجي سنتر اخرى. طب ما شغلتكش ما بقاش انا زينب بنت نفوس. شفت يا عم اهي اتعدلت. يلا طب شيل ايدك اللي زي الدبش دي. تعالى ربيتك. انت كنت بتنطح تران. وانتي متأكدة بانه حسن السير والسلوك؟ طبعا يا ست هاني، ده لسه هاشم يبقى ابن خالتي. طلع من شغل. والنبي يا ستي توصل عيش وتشغلي عندي. ايوه والنبي يا ست هاني، محاكم محسوبك طباخ انما بريموس. طيب يلا على المطبخ. طيب يا فندم، بس انا متأسف اوي، اصلا انا ما جبتش الجوانتي المعقم بتاعي. حاكم انا بتبع احدث طرق الطبخ، انما زي بعضه النهارده نطبخ بلدي. اوه بردون؟ يعني بردونك معاك يا اختي، انا اقصد نطبخ على بلدي. إيه؟ ربنا يخليك يا ست هانم ويطول عمرك. لا مؤاخذه يا ستي، انت اللي فتتيني. اسمعي يا عيشه، فين المفتاح بتاع اوضتك من البلاء؟ تحت امرك يا ستي. عايزاه ليه؟ اصل يا ستي منير عايز يزور زينب. اهي واقفه والسلام. انا متاكده يا ستي انها واقفه زي العسل على قلبي. عقبال يا رب ما توقع لي في ورطه زيك. وقاعدة لوحدك هنا يا زينب؟ لا فاكرة لو بنت خالتي. وهي فين؟ أول ما شافتنا هنينا على الحارة اتجسفت راحت عند الجيران. إلا قولي يا منير، لما هتبقى بطل هتبقى تيجي تزورني هنا ولا نفسك هتكبر عليا؟ يا سلام يا زينب، هي الدنيا ضحكت لي إلا لما شفتك. وأنا كمان يا منير، الدنيا ما بقتش حلوة في عينيا غير يوم ما قابلتك في الصرف واشتريت السميد بالجبن. ألماظ الدنيا كلها ما يسويش عندي حاجة زي عقد الياسمين اللي انت اشتريته. وانا كمان ساعة ايديا ما لمس رقبتك وانا بلبسك العقد حسيت ان فيهم كهربا، عايزه لكن افرتك الدنيا عشان ابقى بطل واستاهل. حرام علي، انا مرضاش انك تحب خدامه. خدامه لكن ستي انا بفرك عندي بالدنيا كلها. اخص عليك يا زين بقى، تخرجي وتسيبيني العيس اللصه السودا دي. يا ترى بيعملوا بايه العد؟ بالجهاز؟ مش معقول، ما كلتهاش بجهاز. بالفجر؟ لا يمكن. امال بايه بس يا رب؟ انا دايخ دوخه منيله بقى. النهايه بقى تطلع عجه ولا تطلع يا اخني زي بعضه؟ انا ماني بقى. في ما شاء الله حرقت التقليه يا ولد. اولا يا ست هانم انا لا اعترف بتقليه ابدا، وسر تاخر الشرق هو التقليه. طيب انت مجبور من المطبخ. يا نهار اسود يا ست هانم، قبل ما تلفديني من المطبخ، مش ممكن الواحد يقدم لك اعتذار تهزقيني تبهدليني؟ انا مستعد. انا ما عنديش معارضه. يلا قدامي على الاول. خلاص قدامي على الاول. زي بعض. وانا كمان مش عاجبني المطبخ وقت العجه. برطن دنوه. اوض زي بعض. يلا خلص اللي في ايدك وتعالى. حاضر. على فين؟ تشيل العنكبوت اللي في الشباك من بره. اللي على الشارع؟ اي. طيب احنا ساكنين في اي دور؟ في العاشر. لا بسيط. ايه في العاشر؟ اي. ترى ايه يا ست هاني، انت عاوزه توكليني عيش ولا تقطعي عيشي من الدنيا؟ ما هي تشيلي العنكبوت يقطع عيشك من البيت هنا. حشيل. يلا خلصت. يلا ما تضيعش الوقت، ما يبقاش قلبك مني. يعني مش حرام عليكي اروح في شربة عنكبوت؟ يعني
لو مت يقولوا ايه؟ مات ضحية العنكبوت. انا مش مسؤولة. خلصني. سأخلص. يلا. بلاش ناتش. لا بلاش ناتش ولا حاجة. انا بكرة فكرك هتجوزها وهبقى متصرف في فلوسها وهشغلك عندي ان شاء الله سكرتير خاص. بيني وبينك انا كمان على ابواب المجد. ازاي؟ ما انت شايف الاعلان. اعلان ايه؟ بتاع دواء كحة بتاع الملاكمة يا اخي. بص المصري الناشئ منير كامل. برافو. شد حيلك افعل عينه يا منير. يلا منير شمال شمال. برافو. الله ولد اديله. شمال شمال مين تحط قدام غير بس حمد. تنايل انت تنايل انت. انا معلمه كل حاجه. ما هو ده اصله تلميذ. يا ستي الميدالية اللي كسبتها في المباراة. يا حلاوتها. عارفة ايه الميدالية التانية اللي بحلم بيها؟ ايه؟ الجوزة. ايه الاباحة دي؟ ليه انت مش هتكوني مراتي؟ صحيح يا منير انت عايز تتجوزني. ده الامل اللي انا عايش عليه يا زينة. مالك عينيكي دمعوا ليه؟ دي دموع الفرح. كتير قوي سمعوا فيا وكلموني عن جمال، لكن محدش منهم ابدا طلب مني اني اتجوز. انت اول واحد. خدي شرابي بقى في صحة الجوازة. اشرب خمرة؟ ده انا عمري ما دقتها. شوية عشان خاطر اخي. دي مرة قوي. لا يا اخويا احتلطك. طب ما تضايقيش نفسك كده. كنت هتنسيني. ايه؟ انا جايب لك تذاكر في تياترو السعادة عشان نروح نشوف سهام الرقاصة. سهام الرقاصة؟
يا عيب الشوم، وهو ده يصح انه البنات تتفرج على الرقص؟ لا، ما انا بقول لك من دلوقتي انا ما فيش ستات يمشوا كلامهم علي. يلا نخش نستناها جوه. ايوه بس انا معيش تذكار. اهو قطعت لك، تعالى الحقني. يلا عليها قوي. انا صديقي ولو ان حبيبتي تبقى ستي الا انها عمرها ما لبخت معايا في فن المواعيد. اسكت، مش التذكره وقعت مني امبارح وما رضيوش يدخلوني. الله ينكد عليهم. انا قلت ايه اللي جرى؟ يا سلام لو كنت شفت راس سهام كنت اتهوستك. عجبتك سهام يا سمير؟ عجبتني قوي، لكن انت احلى منها. يا ريتني كنت رقاصة وكانوا الناس يسقفوني.
عايز الناس تتفرج على مراتي؟ انا كنت اتبحك واتبحك. انت اصلك راجل متاخر وراجعي ومخك ظلم. خد الفرخه دي عشان تنضف بيها الامخوخ بتاعك. عيب يا هاش، الست مش قالت لك مفيش سرقه؟ واذا ظبطتك بتسرق مفيش غير الطرد. اسمعي بلاش غلبه، انا راجل هنا في منطقه نفوذي ومحدش له دعوه بيا ابدا. على فكره يا زينب، عايز اقول لك كلمه. خير؟ انا هدخل بطوله مصر في الملاكمه. صحيح. عارفه جايزتها كام؟ كام؟ 2000 جنيه. ياه، يعني نتجوز على طول. ربنا يوفقك وينصرك دايما. لا زينب ما جاتش معاك؟ لا زينب بتعتذر علشان شفتها جولها ضيوف، انما بتقول لك بعد الحفله رحناها على بيت ملاه علشان عزمك على العشاء هتلغ فراخ. شعور واحساس، مش ممكن اشجع على الهمجيه والتوحش. يا سلام عليك، انا بتهيألي انك زعلان انك ما اتخلقتش ست. احضري غضبه الاسد. يا بابا البطل ده متجوز له خطيبه؟ وبتسالي حضرتك ليه؟ يا بختها هتظهر معاكم بالصوره، الصحفيين هياخدوا منها الحديث، اسمها هيكون على كل لسان، هتبقى مرات بطل مش نكرة. عصفور بيه دي النهاية. انا هدعوك الليله على العشاء. متشكر يا بيه، بس اصل الليله لا لا لا، انا ما عملتش حاجه في حياتي. احنا هننتظرك هنا لغايه ما انا قبلت ان الاستاذ احسان يخطب بنتي. انا اساسي انه من رجال الرياضه. شوف بقى المقلب، طلع من رجال الرياضه اياهم بتوع الكتب. هندسه وجبر وحساب مثلثات وكلام فارغ من ده. قلت لك معدتي تعبانه خصوصا الليله دي. في صحه البطل. يا عيش يا عيش يا عيش. الساعه بقت 12 اهو لسه ما جاش. ما يلا بينا نروح. حق لو هاشم ما قالوش والله امرمط فيه الارض. لازم قال له هو ال 2000 جنيه اللي كسبهم في المباراه نسوه الخدامه. يلا بينا. يا سلام، هيعمل علينا بطل ولا ايه؟ ايوه ابتسمي اياد غطاسه، ابتسمي ايات وطاسة عشان اصورك. انا فرحان ولازم تضحكي يا طاسة علشان النهاردة منير خد الكاس الذهبية في الملاكمة، انما انا خدت الكاس الروسيات والبواني على خلقتي. انما اسمحي لي اقول لك يا طاسة، فليسقط القلقاس، فليسقط الفضل. مين يا نهار اسود عيوشة؟ ايه اللي جابك في الطاسة؟ جرالك ايه يا منجم؟ يا نهار اسود مين؟ زينب؟
مؤاخذة يا زينب علشان منير اتأخر عنك النهاردة غصب عنك. ليه جراله ايه؟ حتة بيت انما زي الالماظ خدتنا عزمتنا يا اختي في حتة سرايا. اول ما دخلنا السرايا انا اقولك الحق الركب الثابت، واول ما قعدتنا جابت لنا ويسكي وخد في ويسكي واشرب في ويسكي لغايه ما ويسكي اتقطم. انما ان جيت للحق يا زينب اتضح يا اخيرا ان الويسكي احسن من البوظه بالزمن. منير بيه مش تصحى بقى يا منير بيه. انا فين؟ انت نسيت انك امبارح ما قدرتش تروح؟ حاجه تكسف، انا اصلي مش واخد على الشرب. بقى تقدر على ملاكم كان واقف لك امبارح زي كتله الحديد، ما تقدرش على كاسين ويسكي. لا انت لازم تتعود على الشرب. اسمك بكل كرايه منير فهمي يقضي على خصمه ويربح الجائزه. انا باينه في الصور يا بابا. ما انا اهو. انا اهو والله كويس. 2000 جنيه مش بطلين. بس يا ترى هيقبضوني امتى؟ نروح لهم دلوقتي، هنستنى ايه؟ مش عايزه اتعبك معايا. تعبك معايا. الف شكر. عقبال ما تكسر المناسبه الجايه يبقى لك الحلاوه. الايدين اللي عملوا المعجزه دي ده يتباسوا. الايدين دول اللي زي الحرير اللي يتباسوا كده بس بالكلام. اهو هنا يا خبر. انت ساكن هنا؟ بطل زيك يقعد في حاره زي دي؟ اعمل ايه على قد الحال. ده مش ممكن، انا لازم اشوف لك شقه في حته احسن منها. ادي فايده الاعلانات المبوبه، في 5 دقايق تلاقي شقه مفروشه فخش لكم. هي كويسه لكن بعيده عن محل الحلويات اللي بشتغل فيه. نعم انت لسه عاوز تشتغل في محل الحلويات؟ اعظم رياضي في مصر يشتغل في محل حلاوه. انت ما تعرفش قيمه نفسك، انت لازم تسيب المحل ده حالا. تعال معانا. لا لا مش ممكن، سميرة مش ممكن تكون خرجت معاه. انت بتهزر ليه يا اخي؟ انا راجل رياضي واثق بالرياضيين. وانا لا اطيق، انا لا اسمح، انا عندي كرامة، انا شاعر ان فيه شرايات حينفجر في مخي. برشوف بابا هلو يا حسن. الحمد لله على السلامة. ازاي؟ لا مفيش ازاي، مفيش اي علاقة بيني وبينك. من فضلك انا عاوز اكلمك قدامي. ما تاخدش بالك منه، حاكم صاحبنا عصبي شوية. كنت فين مع العملاق؟ كنت بوضب له شقته. ايه؟ ده مسكين وحداني ملوش حد. وبتعترفي كمان؟ دي كل بنت في مصر تتمنى انها تعرف منير. ايه امور المتاخرين دي؟ المحافظين من فضلك. يا هانم اعتبري خطوبتنا مفسوخه، محلوله، مفكوكه الى الابد. صحيح. لو شنقتيني مش هرجع تاني. الوداع. ربنا يريح قلبك. حمام بيه؟ عصفور بيه يا بغبغان. انت خلاص اعتبر نفسك مش حمايه. احترامات عدم احتراماتي. انا غير وراك حال. ايه الحكايه؟ الغيره يا سيدي. عاوزني اختار يا صديقتي معاك تنتهي هي يفسخ الخطوب. وبعدين اخترت طبعا فسخ الخطوب. لا ملكش حق. انا بصراحه حاولت كتير اطلع حبك من قلبي ما قدرتش. يعني كان لازم نتقابل علشان تقعد كده تتحكم في قلبي. انت اهنتني علنا. انا بطل. دافع عن نفسك. ادافع عن نفسي بلساني. اعتذر، انا ما اعترفش الا بقوه العضلات ولا يمحو الدم الا الدم. يا خبر الا الدم. يا خبر الا الدم. خشوع تجنن الدم. يا خبر تسبح خشوع الدم. خشوع الدم. الدم. انا مش اسفه انك اتسببت بفسخ خطوبتي. انت نموذج للراجل اللي في خيالي. انت رمز القوه والبطوله. انت معبود الجماهير ومعبودي. يا زينب انا خنتي. يا حرام والنبي. صحيح واحدة ضحت بمستقبلها عشاني ومش قادرة تخلى عنها. طبعا تتخلى عنها ازاي؟ وفين الرجولة والشهامة؟ انا حشتلك القرشين دول من الجايزة وبكرة ربنا يبعتلك ابن الحلال. اتفضل انا مش محتاجة لفلوس. اتفضل امشي من هنا. بتطرديني؟ ما ترينيش وانت هنا تاني. عندك حق. لماذا انت بتعيطي؟ يا ست انا مستعد اضحي بستك واتجوزك. حكيم انا قلبي انشوى في الحب زي ما بتتشوي الكستليته على النار. الو ايه ده؟ ليه ليه ليه؟
والنبي احلى من كده. روحي ربنا يبيض وشك. يا ندامة يا ستي، بقى سمونير طلع ناس خلاص انا مش طايقه اشوف حد منه، وروحي ترديني كمان الراجل اللي عامل زي شيتا ده. حرام يا ستي، ده دمه خفيف. قلت لك ترديه يعني ترديه. انا اطرده واطرده واقول له جوه قوي. يلا على عيني. يا هاشم حاضر يا ديني. شفت الفوتوغرافيا الجديدة اللي هداها لي منير بمناسبة بطولته؟ اسمعي بقى يا بنتي يا ستي، انا هلقط لك كام صورة في اوضاع فاتنة وبصفتي طباخ القط الكوارع كويس قوي. بس هي حصلت يا قليل الادب، انا عندي خدامين يقلوا ادبهم عليا. انت مطرود. الله عيوشة، انت مطرود. جرى ايه؟ اين غرامنا المتأججون؟ خلاص مفيش. خلاص خلاص، رزقنا على الله. مطرودين مطرودين. انا همني حاجة بس، ابقى دوري لك على واحد بقى ينزل لك العنكبوت من على الساق. انا ليا راس، انا ليا ضاح، انا ليا بوق. عوضني فيه خير يا رب. لا يا عم، بيظهر الست دي بتحب الخدامة بتاعتها قوي، لدرجة انك انت هزقت الخدامة من هنا، روح راح ترميتني وهزقتني وطردتني من هنا. طب ما تزعلش، خش استلم الشغل هنا، المطبخ في انتظارك. لا يا حبيبي، انا خلاص قطعت الافران، فلتسقط التقلية. الو، ازيك يا حبيبي؟ مش تيجي تطمن عليا لحسن؟ انا تعبانه قبل حق. بابا بيقول لك تختار العربيه الفورد ولا الباكار، هنخلي الاثنين نعمل بيهم ايه؟ كفايه علينا واحد. يا ستي مدام مصممه اركب عربيه، عمرك ما اقدرش ارفض لك طلب. متشكر قوي. بس يا عم، هي دي الشغله اللي بحلم بيها، سواق ملاكي بكسكت رميع، بدله زرقاء، ضرايب صفر، ودركسيون. اموت في الدركسيون. هو انت تعرف تسوق؟ اما ادلت عليا اجيب لك كل يوم حضر مخالفه. منير اتاخر قوي، تلاقيه اتخانق في السكه. يا سلام، انا لو كنت قوته كان كل واحد قابلني في السكه وما تعجبنيش خلقته اروح لاعب بوكسين طوالي في وشه. كان موعدني نروح نتصور. والنبي يا بابا، عاوزك تنشر لي صوري انا وخطيبي في كل المجلات علشان اللي بيغيروا مني يتفلفلوا ويتغاظوا اكتر. زي ما نشرت صورتك مع خطيبك الاولاني وطلعت المساله فشوش. وايه يعني يا بابا؟ العريس الاولاني كان بغوف. نفسي مصر كلها تعرف اني هتجوز بطل العالم. لا صور الا بعد الجواز. شايف يا منير، ما دام لا صور الا بعد الجواز لازم نتجوز. وانا مستعجل كمان، يلا نحدد التاريخ. كويس قوي، لما تتفقوا قولوا لي. انا حاكم اكره التاريخ لان طول عمري باخد صفر في التاريخ. فرحنا هيكون فرح الموسم. تفتكر نجيب مين رقاصه عشان تزفنا؟ انا رحت مره تياترو السعاده وشفت هناك رقاصه مدهشه قوي، اظن اسمها سهام. يمكن فكره، دي رقاصه مشهوره قوي ووجودها يشهر فرحنا اكتر وقت. والله يا مبلغ مش قد المقام، لكن ارجوك تقبلي مني. العفو يا بيه، العفو. دي سميره بنتي، هتطير من الفرح لما تعرف انك انت قبلتي انك ترقصي فرح. سلمني عليها وعلى العريس كمان. انا اسلم لك عليها هي، لكن العريس ما اقدرش. ليه؟ اصلنا حددنا الفرح لكن ما حددناش العريس. بنتي سميرة متقلبة شوية قدامها ثلاث عرسان، لكن مش عارفة تدرسي على أي واحد. يا ليل يا ليل، اشرب في صحة العريس. مش كفاية بقى يا حبيبي؟ كفاية ليه؟ اسمع أستاذ، أنا ما أحبش أبدا حد يعكر مزاجي. أنا الليلة مش سواق، نو، أنا الليلة صديق. وأنا محتاج لصديق أشكيله همي. همك؟ همك ليه؟ الملاكم وانتصرت عليه، واحسان عزقت ونكوت جبت خبره، الحاله الماليه قش معدن والحمد لله. في ايه؟ سيبك انت، زينب مش رايحه من بالي. كان كل املي اعيش معاها في اوضه البلاء البسيطه. وانا كان كل املي اشرب عصير قصب مخمر، انما اعمل ايه؟ انقلب ويسكي. طب يلا بينا احسن اتاخرنا. لا يا حبيبي، روح انت، انا ما اقدرش اسوق العربيه الليله، واذا سوقتها حوديك القصر العيني بدل ما حوديك الفرح. وايه العمل؟ ولا حاجه، جرها انت ولا اركب لك تاكسي. جرها ليه؟ ده انت جر جبل. ايه؟
السلامة، ربنا يتمم بخير. تعرف سفرتكم ربع ساعة وما جاش، مانيش متجوزة. هاي تسهلي عشان خاطري وخليها تلت ساعة. أهو وصل يا ست، استلمي. أقدم لك العريس منير، بطل مصر في الملاكمة. تشرفني، الست سهام أحسن رقصة في مصر. أنتِ؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ كل حاجة ممكنة دلوقتي، أنتوا تعرفوا بعض. أنا زي اللي شفت الهانم قبل كده. طب فكر على مهلك، أنا راح أستعد للزفة، برضه. زينة، أنا مش قادر أصدق إني شايفك هنا. طبعًا، لأنك متعود تشوفني في الأوضة بتاعت جلاء ولا في المطبخ عند الست عيشة. على العموم الملاية اللف ما كانتش هتحقق لك الوجاهة اللي أنت فيها دي. زينة، أرجوك. عن إذنك، أنا جاية الليلة دي أرقص في فرحك. هو اللي يعرف بدواكي يا ولدي،
علمني العوم. اه يا ولدي يا ولدي، علمني العوم. علمني اشوف عيوشه. يلا يا اختي اغسلي الاطباق كويس، احسن ستك تيجي تقطم لك زمارة رقبتي. يا جديك، هو انت عارف بقى عماله تتأمر عليا وانت جربوعه زيي يا عوعو؟ اصلا غصب عني يا شوف. اوه ما سابيلك انت عايزان عن اذن. اقول لك نتقابل الساعة 5 قدام البوصة العمومية كده. تعال قبل ما تمشي خد معاك. ايه ده، فيتامين فيه؟ انا مش يا عيزة. عيزة خد هاتيلي ازازة ويسكي تانية. بصوا كده يا ستي، وبعدين معاك انت هتفضلي كده مقهورة على الجدع اللي ما يسواش؟ ابدا، انا مبسوطة اوي، الحمد لله اللي عرفته على حياتي. لو كان عرفني ان انا سهام مش زينب الغلبانة كان لزقني، وكنت وقعت في اكبر منافس. روفار بقى يا سميرة. على فين يا مين؟ على النادي اتمرن شويه. مش ممكن، ده انا عازمه ناس على بارتيه البوكر وزمانهم جايين. لكن انا مش غاوي بوكر يا روح. معلش انا عازمه ستات اصحابي عشان يشوفوك، عايزين يتفرجوا على عضلاتك يا اخي. امرك. مين جاي؟ بس ايه انت جنيه 10 جنيه حضرتك يا اخي 3 جنيه كاتب فضل. ايوه تلت. اسمحي عن اذنك. اتفضل يا فندم. انا هلعب مدرسه يا سمير. انا هستاذن عشان الممرض منتظر. يا منير الناس دول جم هنا عشان يشوفونا ويفتخروا انهم يتعشوا معانا، ما يصحش نسيبهم. ما يصحش، لا ما يصحش. معلش عشان خاطر تعال. انا هتجنن من قله التمرين. لما انت رجعت لي انا هساعدك. انا كنت ملاكم وعارف ان الواحد لما يقول يتمرن يبقى مش طايق نفسه. اهو كده تعالى ما غنك عقل. لا تعالي مرنيني انا، انا عايز امرن مفاصلي وانا مش طايق نفسي. يلا. اسمح لي، انت كسلان قوي، انت داخل على اخطر مباراه صدفتك في حياتك وتهمل الاهمال ده. الجواز يا مختار، انا ما كنتش فاكر ان الجواز يضيع الوقت بالشكل ده. انت نسيت انا قلت لك ايه اول ما ابتديت معاك التمرين؟ اذا كنت عاوز تبقى بطل وتفضل بطل ما تخليش حاجة في حياتك أهم من ده ودول. شوف يا بابي، ده الفستان اللي هلبسه في المباراة، وده الفستان اللي هتصور بيه مع منير بعد الانتصار. حاجة حلوة. وده الفستان اللي هلبسه في الحفلة اللي هعملها لأصدقاء. عاجبينك يا بابي؟ حلوين قوي قوي قوي. أما يا بابي، أنا عاملة حسابي الجرائد كلها تكتب عني الموسم ده. أمال هم هيلاقوا موضوع أحسن من كده يكتبوا فيه؟ تليفون يا سمونير. تليفون. ايه بتقول ايه؟ تليفون. حاضر. رايح فين؟ تليفون يا اخي. ولا كأنك فاكر ان عزم اصحابي اللي هيحضروا الملاكمة بكرة على العشاء. ايه الاهمال ده؟ طب بسرعة وحيات، لحسن مندوب اخي ساعة عاوز مننا حديث عن السعادة الزوجية. كأني بعمل الحفلات دي لنفسي. تصبحت انتصارك بكره. كفايه بقى، احسن اصحى تعبان. ما ترفضش ناخد انتصارك، ده فيلم مش كويس. اشرب. ان شاء الله يا جماعه بقى نبتدي اللعب. يلا بينا. فكره. يا دي الفضيحه، بتسقر قدام المعازيم. يعني بتقول لينا قوم. يا خبر، عنده حق، دي الساعه بقت 2. لا اظن كفايه كده قوي بقى. ده مش ممكن تمشوا وانتوا خسرانين، هتقولوا علينا ايه بعدين؟ بنعزمكم عشان ننهبكم. مروه كل اس. لا انت حظك وين عليله. انا ما خدتش ولا كل ليله. ايه ده، ما تصحى بقى ولا ما انتش عاوزنا نعوض خسارتك؟ عوض يا ست. ده يخلص ربنا تسهرني طول الليل، انا مش عارف هقدر الاقيكم ازاي النهارده. انت خايف من الضبط؟ ايه يعني الضبط؟ انت تغلبه بصباع واحد. طب اعملي معروف، خلينا نام لي ساعتين. انا مش جاي للنوم. قعد نتكلم شويه. بص عليك، انت ما بقتش مغرم بيا. عواطفك اصبحت هاديه جدا. انت نمت ولا ايه؟ فاضل ربع ساعه من البطوله. قوم، فاضل ربع ساعه من البطوله الكبرى. قلت لك يا اخي ما تسهرش وخلي بالك. صح صح، قوم قوم يا اخويا.
اسمع يا اخينا. السلام عليكم. سلام يا انت ما تعرفش بنتي مضاعف منير بطل مصر. اهلا وسهلا، تشرفنا. اسمحي عشان خاطرك، ولو اني ما احبش اطلع في الصور. متشكر. ما عنديش مانع كمان تاخد لنا صوره بعدين انا ومنير بعد ما يخلص ان شاء الله. اوعى تنسى. لا حاضر. مش قادرة تنتظريني شوية يا سميرة؟ يعني لازم الناس تشوفنا سوا؟ أنا مش فاهمة، لما أنت عارف إن الضبعة أقوى منك، كنت بتتحدى ليه؟ اللي هزمني مش الضبعة، اللي هزمني القمار للصبح والوسكي. مراتي هي اللي هزمتني. وكمان هنطول لساننا؟ لا، إلزم حدودها تفهم قيمة نفسك، أنت خلاص ما بقتش بطل. ما بقتش بطل؟ مش بطل. بشجع يا منير، اسمح لي اقول لك ان الاصابه اللي في ايدك خطيره جدا. يعني فكرك بعد قد ايه هبتدي التمرين؟ برضه مش قادر تفهمني، ايدك فيها عظمه في حال التلف. يعني لازمني مده طويله عشان اخف؟ انا متاسف ان اقول لك مش هتقدر تلاكم بعد كده. تشجع يا منير، الصبر طيب. ده مش ممكن، ده حكم بالاعدام.
يا ريتني سمعت كلامك، يا ريتني سمعت كلامك. نهارك سعيد. ها ازيك دلوقتي؟ مطرود ايه الحركات دي؟ بكره تخف وتجرب حظك تاني. مش هخف بس ايدي بقى فيها عاهه مستديمه ومش حلاكم تاني. حلاكم تاني؟ امال هتعمل ايه؟ شغلتك في الحياه هتبقى ايه؟ شايف يا بابا البخت الاسود؟ انا بامراض انسان عاجز عواطلي. لما الناس تسألني جوزك بيشتغل ايه اقول لهم ايه؟ ملاكم سابقا. حشك احسن عزيزي اسمعك ما يصحش. يسمع يسمع. اوه الو الو حبوب. اقدم لك يا بابا علي بيه بطل مصر في السن. تشرفت يا ايه؟ تعرف زمان لما كنت شباب انا كنت بلعب تنس، ما كانش في حد في الدنيا يقدر عليا. باين يا سعاده بيه. على اذنك طلع اجيب راكت ونزلك حالا. بابا انا خدت معاني بقى عشان بمغني على التنس. عظيم قوي خالص ان بطل التنس يعلمك على التنس. يا سميره انت مش خارجه، اللي تحت ده انا ما اعرفوش، مش ممكن تخرجي معاه. طبعا ما انتش عاوز تشوف اي بطل قدام عينيك. عشان حضرتك فقدت البطوله لازم احبس نفسي جنبك، لازم ما اعرفش اي شخص لامح في المجتمع. الغيره مرضى. انا اعذرك. انا اللي اعذرك. كل همك في الحياه المجتمع اللي هو الشارع. عمرك ما فكرت تكوني ست بيت؟ لا ما تطلعش فيها قوي. الراجل اللي يحب تكونه ست بيت يتأمر عليها ويتحكم فيها يبقى قاله يقدر يصرف على بيت. عندك حق، غلطتي مش غلطتك. انا مش قصدي اجرحك، اطمن بابا حياتي لك اعانه مدى الحياه. اخرصي. انا مش من اللي بتضربه يا بيت. عاوز تضرب روح اضرب الضبع اللي ماسك. اعانه مدى الحياه. انت متعرفش قد ايه بنتي سميره تحب الرياضه، علشان كده لفتت نظري. بابا يمكن نروح سينما، اذا اتاخرت شويه ما تتخبش. على شرط ان الفيلم ما يكونش فيه حاجه خارجه عن حدود الادب. لا 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 اطمئني يا بيه، انا طول عمري اثق في الرياضيين. انت طالع. الله دي اهانه، انت اهنتني. انت اللي اهنت نفسك. الله ده سهاني واعتدى على كرامتي. عامل لي شامبيون؟ عامل لي بطل؟ انا هكسر دماغه، انا هوريه شغله. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ الغيره يا سيدي. تصور يا اما اقطع صداقتي بيك يا يطلقني. انا متاسف قوي، انا لو كنت عارف ان حضوري هيسبب المتاعب دي ما كنتش جيت. متاعب ايه يا شيرين؟ ده انا ضحي بسبيلك مش بجوزي، بحياتي. انا بحبك بحبك يا علي. طب السنه المطلوبه عندك يا سيمونيل. انا من عينيا ترجع لشغلتك القديمه، لكن عدم المؤاخذه لما انت ما بتقدرش تمسك القلم بين صوابعك هتأيد لنا الحسابات ازاي؟ عندك حق يا معلم. عدم المؤاخذة، انا اصلي راجل دغري. لا معلش طفل. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهرام المصري، اهرام المصري اخر ساعة، اهرام الاهرام. في ضيوف جوه ارجوك تستعمل الجنتله ولا تفتحنيش. ضيوف مين؟ ما يا اخي ما تستعجلش على رزقك. خش. زينب منير سلامك ايدك. انت غلطان، ايدي ما تستحقش الا كل احتقار. انت اللي غلطان، انا محتاجه لها، محتاجه انها تسندني وتحميني. لما اتغلبت افتكرت ان انا هفرح فيك، لكن بصيت لقيت نفسي حزينه عليك. الايام والحوادث اثرت ان انا لسه. انت مش بتحبيني، انت بتشفقي على راجل ضعيف مغلوب مكروه. دي تضحيه ما اقدرش اقبلها منك. يا سلام يا منير، انت دايما كده تحتقر عواطفي. ارجوك ارحمي اعصابي وسيبيني في حالي. بقى ده اسمه كلام؟ بقى جينا لحد عندنا الاسعاف للآن والنجدة للجيب ونتأنزح؟ يعني عايز واحدة ست تصرف علينا؟ يا حبيبي ما تفورش دمك، أنا مش زيك مصاب بداء الكرامة. أنا لا، أنا عشان لقمة العيش قبلت إن أنا أشتغل سواق. طيب مبروك. بس العربية للأسف ما فيهاش دركسيون. أمال فيها إيه؟ فيها الجاز. أنتي كنت ستي ولسه برضه ستي. يا أخويا ما تكسفيني.
عارفه يا حياتي ان شاء الله لما هنتجوز هركبك جنبي ونزق على اسكندريه من الطريق الصحراوي عشان نقضي هناك شهر العسل والطحينه. ما تحرمش منك. اسمع هو لما قعدنا هنا في المنبر الله خد يروح الروح. الله يكرمك. يلا بقى الساعه 6 6 بتبقى ايه؟ اه هو رفاه يا اخني. مرحبا منير. والله زمان. اهلا وسهلا خطو عزيزه. فين الايام الحلوه؟ اهي رجعت. هاشم ما جاش هنا؟ هاشم لازم جات بتوصيله وزمانه جاي حالا. خش عليا خش بقالك زمان ما جلبتنيش. واجب قهوه يا مصطفى. حاضر. واجب وحشه دي ملطشه حتى في الطاوله. معلش يا زهر. ولا يهمك بكره الميه تطلع في العالي. الله ده هاشم جاي اهو متنب. الله الله الله. ده العربيه يلا والخير. هو ماله في ايه؟ ايه ايه؟ على هدوم الوالدين الحقني يا هاشم منير. سرقوا جوز الموتور وحينخرب بيتي. سرقوهم منك. يا خيب يا خيبتك انت اللي قاعد على القهوه ما تيجي تصور بمطرح. سوبر مان هنا الرجل الحبيبي. يلا التذكره بسلم. هيا الى شباك التذاكر. أنا الرجل الحديدي. يا إنها الرجل الحديدي. حاسب عليا شوية يا هاشم. معلش أكل العيش عاوز كده لا مؤاخذة. والله وشك مش غريب عليا. مش فاكر المشرف والمخة؟ هو انت؟ الله. طب انا من ايامها وانا معجب بقوتك وبعطيها وحضرت انا وزملاتي كل الماتشات اللي انت طلعت فيها بطل بحق وحقيقي. لازم استرزقته في الزحمة. الراجل ده ما قلبي بيتقطع علشانك. انا مش فاهم راجل شديد زيك بالشكل ده يقبل يشتغل شغلة وضيعة زي دي ليه. اسمع انت ليك عندي حتة شغلانة فنية تأكلك الشهر. ابعد عني يا عم انا منفعكش. لا اسمع ده انت تنفعني قوي. انت تستفيد واحنا نستفيد. بس وسع عقلك كده حبتين وحط ايدك على كتف وانت تكسب. تعالى بس يا عم ادي صدى زي الفل. اعمل معروف اعفيني من الشغلة دي. يا راجل تعالى انت ايه غوفة. الله يا فتاح من غير مفتاح ابعت لنا اي استفتاح. في عندنا دكان افراح كله طرب وليالي ملاح. يا فتاح يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح. يا فتاح من غير مفتاح المطربين بالوقه والرقصات بالكيله وفي عوالم خف تحيي لكم قد عليل. وتخش باب الشقه تمدح في اصل العيله وتقول عالقرد غزل شارد والدم خفيف ويكون بارد. وتقول عالقرد غزل يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح. وريني عندك ايه. اهلا بسيدي البيت انا تحت امرك قولي طلبك سعادتك ايه. وريني حته زبه ما
منه كويس كده. عندي عوالم خفة تنفع لده ولده, مثلا عريس توفى تقلب بمعدده. انا عايز حاجة فرنجية. حاضر, ده انا اخدم بعناية. والقدرة خليها عليا. متسجل, استنى شوية حتكون مبسوط مية المية. لون الورد وزي الكل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وزي الكل. لون الورد اي جنينة مش هنلاقي حلاوتك فيها. ورد خدودك وجمال عودك, نعم عريسك موعود بيها. فايت علينا شايف عنينا, فايت علينا شايف عنينا. وانت يا حلوة قمر بيطل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وريحة الفل. لون الورد زي الفل وزي الفل. لون الورد وزي الفل ياللي جمالك فاق الكل. لون الورد وزي الفل. حكايتك شو حكايتك؟ مرحب مرحب يا ابو الشام. وينك اللي داخل سرميتك؟ انا محسوبك انا خدام. وين عنوانك وين دكانك؟ هون بنلف ثلاث ايام. ايه طلباتك قول لي اوام. الليلة دخلت بنتني, مبروك يا سيدي مقدما. بنريد عوالم عندنا والأجرة سيبك من الدمن. من غير فلوس لا بفلوس, بس اللي زيك يؤتمن. بدي تسوي زب شمية. حاضر, بس استنى شوية أحكم مبسوط مية المية. على دلعونا على دلعونا, وين العواد اللي يجوا يشوفونا. على دلعونا على دلعونا, وين العواد اللي يجوا يشوفونا. بنت العرايس دخلت هالليلة, غنوا لها غنوا يا بنات العيلة. بنت العرايس دخلت هالليلة, غنوا لها غنوا يا بنات العيلة. وعرسها قاعد يشرب أرجيلة. برقولوا قولوا على دلعونا على دلعونا على دلعونا, وين العواد اللي يجوا يشوفونا. على دلعونا على دلعونا, وين العواد اللي يجوا يشوفونا. أهلا 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 بيك, ايه طلباتك يا بلدينا. صلي على اللي حيشفع فيك. الفين صلاة وسلام لنبينا. فلما ربنا سهل وصبحنا من ورسين, قلنا الاحسن نتأهل
ونكمل نصيبين. خير ما عملت وامتى سبب من غير شر نهار الاثنين. بكرة تشوفها ومن حلاوتها, بكرة تشوفها ومن حلاوتها, راح تتجوز كل يوم ليه. بس المهم تكون بلدي, طبعا ضروري تكون بلد جوا في احسن البلد. مهديك اصحى تظل وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. دق يا مهديك اصحى تظل وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. يا مهديك اصحى تظل وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. يا مهديك اصحى تظل وقول لهم عقبالكم ان شاء الله. جابوا الفراش نصب الزينة من اول شارع مراسينا, جابوا الفراش نصب الزينة من اول شارع مراسينا. عقبال البكر يا بلدينا ونسمي المولود عبد الله. دق يا مزيك اصحى طب الله. خليك تقيل. ما اقدرش اقعد, في واحده هنا بتعرفني. احنا صارفين هنا 5 جنيه علشان ايه؟ علشان نطلع من المولد بلا حمص. لو قمت من مطرحك هروح فيك في داهيه. طيب بس ما تزعقش, ما تفضحناش. استعد. مستحاسب, انت ما دريلك عشان توقع الناس, مش تقعد بأدب. متأسف يا بيه. لا مؤاخذة يا كعب البيت, حصل خير جت سليمة. المحفظة أنا سرقت يا بني. المحفظة أنا سرقت. المحفظة أنا سرقت. ما تخافش. المحفظة أنا سرقت. أنت شايف حد هنا؟ أيوة هنا هو, في واحد كنت وقعت هنا أهو. أهو أهو أنا مش شابه فيك ولازم أفتشك. أيوة ما عنديش مانع, بس يعني ده جزاء ان انا فضيت الخناقه وقومت البيم الارض. ازيك يا منير بيه؟ اعمل نفسك ان انا منتظراك عشان المحفظه بجيبك. ازاي المحفظه بجيبي؟ صاحبك عملها فيه, هات علبه السجاير من الارض وارمي المحفظه. ميرسي. تاخد سجاره؟ مفيش حاجه. ازاي؟ فتش زميله. فين زميله ده؟ اهو اللي قاعد مع ست. تسمح من فضلك؟ انا مضطر افتشك. بكل ممنونية. الله المحفظه اللي انت فيها. فلوسك قوي. فلوسك تمام؟ تمام الحمد لله. مصمم برضو تفتشني؟ لا انا متاسف جدا. متشكر. كده ضحك سمعتك علشان توصل انك تعمل كده. توبتي مش كفايه. عايز ترد لي الجميل تطوعني وتسمع الكلام اللي هقوله لك وما تكسرش قلبي تاني. كويس اللي حوشت لك قرشين للزمن. القرشين دول ديم من بنك هاشم زي بعضه. ما انت هو واحد. هاشم؟ هاشم مين يا عم؟ ده انا شحات مصر الاول اللي سلفته واحده ست وانا اعتبرها راجل في الشهامه. لازم سهام. وازاي عرفت؟ استنتاج. انا عارف انها مهتمه بيك من زمان قوي,
واليوم ما قابلتك في القهوه ما كانش صدفه زي ما انت عارف. امال ايه؟ هي اللي بعتاني. انت بتتكلم جد يا منير؟ انت مدلها بكتير قوي. مفيش اي امل يا دكتور انه ايده ترجع لحالتها الطبيعيه. لو تلاقي اي علاج مهما كان يتكلف انا مستعد. المساله مش مساله تكاليف يا هاني، المساله اننا محتاجين لمعجزه. ومع ذلك في واحد جراح عالمي هيمر من مصر الشهر اللي جاي، نقدر نعرضه عليه. Non posso assicurare l'operazione. C'è una piccola speranza, tenteremo. بيقول انه ما يقدرش يضمن نجاح العمليه. الامل ضعيف جدا لكن هيجرب. بابا انت عارف ان هيرجع يتنيل ثاني.